سلام البنات ومرحبا بكم في القناة ديالي. الناس اللي مازال ما مشتركينش ما نساوش تضغطوا على زر الاشتراك. هاد الفيديو غادي يكون روتيني الصباحي، غادي تشوفوا كيفاش كندوز تقريبا كاع الصباحات ديالي فاش كنكون خدامه من الدار، وغادي يكون بالاشتراك مع زينب اللي سبق ليا ودرت معها روتيني المسائي. زينب من قناة زي لايف، غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديالها في القناة باش منين تساليوا الفيديو ديالي تمشيو تشوفوا الفيديو ديالها وتقولوا لها جيتو من عندي. دونك غادي تلاحظوا انني كنفيق بلا ريفي بلا حتى شي حاجه، تعودت على الفياق بكري وليت كنفيق ديك 7:30 8 كنلقى راسي ديجا فايقه، ما كنشدش التليفون. مؤخرا وليت كنحاول نبعد عليا التليفون في الصباح و جو برون مون طون اسكو ندير شي حاجه مزيانه. دونك اول حاجه كنبدا بها هو انني كنحل الشراجم، كنفوه البيت باش يتايغ مزيان مزيان. كنخرج نشوف الدنيا كي دايره، الجو كي داير. كيعجبني هذا الجو ديال الصباح بزاف، نبقى جالسه بوحدي وكنتمنظر وصافي. هنايا كنت نشرت شي حويجات من البارح، دونك نشوفو غادي ندخلهم عليا، ما حدي خرجت للبالكون. غادي نستغل الفرصه وغادي نجمعهم كاملين باش ندخلهم وغنطويهم من بعد. ومن بعد اول حاجه كندير مع حدي مازال ما خرجتش من البيت هو انني كنقاد الفراش ديالي مزيان مزيان باش اوموا كتكون اون بياس في الدار مقاده. وانا الا قديت بيت الناس وقديت فراشي كيجيني بحال حيدت عليا النص ديال الشقه، واخا هي واحد الخطوه اللي بسيطه بسيطه بزاف. دونك ما كنتش كنديرها صراحه من الاول، ومؤخرا خدمت على راسي بزاف انني نفيق ونجمع فراشي ديريكتومون، ومن بعد كنمشي ديريكتومون باش نمشي للتواليت. دونك من بعد ما كنحك سناني في الطواليت وكنقضي الحاجات ديالي ما بقيتش كنغسل وجهي، غادي تلاحظوا انني وليت كنمسحو كل صباح بماء الورد حيت ما بقيتش باغا نستعمل الماء بزاف لوجهي. راكم عارفين داك الكالكير خايب بزاف للوجه، وكنستعمل هاد لاكريم ايدغاتونت اللي فايت وحضرتها معاكم اللي زوينه 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 بزاف، ومازال غادي نهضر لكم عليها في فيديو مقبل. دونك مازال يلاه بدا كيبان ليا الريزولتا دابا شي شويه. وكندهن على الوجه ديالي كاملين اللي ما درت هاد الخطوه في الصباح، كيدوز ليا الصباح خاوي. غنفرع لكم راسكم ان عندي لابو تري سيش، دونك دوكو جو سوي اوبليجي قبل ما ندير حتى شي حاجه ندهن لو كور ديالي وندهن وجهي. من بعد كنمشي ندير داك الشقه اللي خفيف خفيف جدا، راكم عارفين وليت حافظين السيستيم ديالي، الا بقات لي شي حاجه زعما لا غدا ليه في الصباح كتكون شي حاجه اللي خفيفه بزاف، شي معنات خفاف ولا صالون هكا مرون الا كلينا شي حاجه في الليل دغيا دغيا. بيسي كنت كنمونطي البارح في الليل، دونك هكا كنجمع داكشي اللي كاين فوق الطبله كنمسحها، كندور بالصالون شي شويه وكندور بالدار بشي شويه باش هكا كنكون حيدت عليا واحد شي شويه ديال الشقه صافي. الوغ الكوزينه ما كانوش فيها صراحه الماء اللي غادي نغسل بزاف، يمكن كانوا شي جوج طبيصلات ولا ميم با. دونك مشيت باش كنوجد الفطور ديالي، دابا تقريبا راه غادي تكون 8 ديال الصباح وانا الخدمه عندي كتبدا مع 9، باش نديركم شي شويه من الامر الواقع. كيعجبني نفطر وندير شغلي كلشي قبل الخدمه باش منين نجلس نخدم نخدم براحتي ونخدم بعقلي صافي. دونك خشيت خبيز في الفران اللي سخن، وغادي ندير دي زومليت اون بواسون شود، دونك ديما كتكون اون تيزان ولا اتاي مغربي ولا شي حاجه.
صافي من بعد كنمشي نجلس في حالتي وكندير ان دوكيومونتير. غالبا ما في الصباح كندير ان دوكيومونتير اللي كنستافد منه شي شويه. هنايا كنت كنتفرج في واحد لو دوكيومونتير ديال الناس اللي لاباس عليهم اكثر من القياس، دونك لي فرونسي ودوك لي امريكان اللي بزاف عندهم واحد الحياه غريبه جدا وكيدير واحد التدبير بزاف الفلوس. دونك المهم كيعجبوني بحال هاد لي زيميسيون تفرج فيهم وانا كناكل سورتو في الصباح. صافي وهكا كيكون الفطور ديالي. اليوم ما غاديش نهضر فيها كاع، غندير غير واقف، ولكن واخا هكاك تحت نهضر معكم. صباح الخير وصافي. انتما مكملين معايا لا روتين الماتان ديالي او لا روتين الصباح. بعد ما كنسالي الفطور كنتوجه ديريكتومون باش كنمشي نغسل دوك المعينات اللي فطرت فيهم وداكشي اللي كان بقى ليا من البارح. كما قلت لكم ما كيبقاوش ليا صراحه غون شوز، كنخدم على هذه القضيه بزاف انني نحاول نعس حتى يكون كلشي مجموع مزيان، حيت الصباح فاش كنشوف داكشي ما كنقدر الصراحه نخدم في خاطري وما كيعجبنيش الدار بحال هكاك في الصباح وصافي. دونك ما كنقدرش عليا الشغل بزاف كندير داكشي خفن زربن وكنحس براسي انني درت زعما تقريبا كلشي صافي. دونك ملي كتكون الدار مجموعه وفطرت مزيان وكلشي كنمشي ديريكتومون باش كنبدا الخدمه ديالي. دونك هنا كنت كنكتب دي ريجيم دي باسيونط اللي كان خاصني نشوفهم لغدا ليه وصافي. دونك مره مونتاج مره هكا كنكتب دي ريجيم راكم عارفين. كنت نهضر معكم شويه او موسيقى ما طلعت لكمش في الراس. بون في الغدا البارح غسلت انا الفخيطات ديال الدجاج ورقدتهم في الملح والخل والسكينجبير ودرت لهم لا مارينات ديالهم. دونك هما كانوا في الثلاجه، انا درت شويه الملح شويه البزار شويه ديال لا موطارد سكينجبير و سيتو هادشي اللي كاين. دونك غادي نديرهم مع بصله في الفران، ما عرفتش واش نزيد معاهم بطاطا ولا لا صراحه، بلاش ما فيهش صراحه الجوع بزاف. وغادي ندير معاهم اون بيتي سالاد. دونك صراحه هاد البلا هذا خفيف ظريف وكيعجبني دونك دغيا غنخشيه في الفران. دونك هانتوما معايا بيب مان ان شاء الله البصيله وانا معكم. يلا غادي نديرو باش تسخن شي ديالنا. نزيدو شي شويه ديال الماء في هاد لاصوص هادي ونكبوها من الفوق. ندخلو الفران حتى دابا على خاطر ونمشيو نوجدو لاصالاد ديالنا. الوغ بوغ لاصالاد البنات غنستعمل خيارة وحدة اللي نقيتها وقطعتها على جوج باش نشلدها، وغادي نستعمل لي طوماط شيغيز اللي فايت سبق وغسلتهم مزيان صافي. وعاد غادي نزيد ابخي المايونيز والدون و سوغيمي. دونك جو بونس كو راني ديجا بارطاجيت معكم هاد لاغوسيط ديال لاصالاد اللي كتجي بنينة 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 بزاف. دونك صافي شي حاجه خفيفه دغيا راكم عارفين اني كنتغدى بوحديتي، ولكن واخا هكا كنخلي الراجل في العشيه باش الا بغات هو ياكل ويجيب، حيت فاش كيجي فيه الجوع شي شويه. دونك هانتوما معايا مقطع الطماطم والخيار.
هنايا البنات غادي نزيد واحد 4 ديال لي باطوني ديال الشيرمي تاع طريفات صغار. من بعد غادي نزيد واحد العلبه ديال المايس، علبه ديال الطون، شويه البزار، وزويته بلديه. نزيدو مايونيز. صافي وندمج هاد المكونات كامله مع بعضياتها. صافي وكتكون هذه هي لاصالات ديالنا. وصافي دونك غادي نمشي نكمل الخدمه شي شويه بما يطيب ليا الدجاج ونمشي نتغدى. دونك فوالا البنات، ها هو الدجاج كيفاش كيجي. ديك المريقه من التحت دونك عندكم فين تغمسوا ديك البصيله كطلق ديك المرقه وكيجي محمر ولذيذ بزاف بزاف. وهذه لاصالات ديال قبيله، دونك جو في مسيرفير، غادي نحط راسي ونديكم معايا. دونك عطو تعلق. صافي كتكون هذه هي الغديوه ديالي الوحدانيه. دونك اون بيتي سالاد وهادشي المريقه كي كتجي، دونك عندكم فين تغمسوا. وهكا دي فخوي، دونك مؤخرا كناكل بزاف الموندارين كنحاول ناكل في الفطور وفي الغداء. في الليل ما كنقدرش اليوم باسكو كيدير ليا لي غاز، دونك غنقلب الكاميرا باش نهضر معاكم. المهم البنات غادي نختم لا فيديو هاد البغيت هادي، واخا ما كنسخوش من بعضياتنا. شكرا على التتبع ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على الحب ديالكم ولي كومونتير زوينين اللي كنقرا ديما. الناس اللي يلاه جاوا مرحبا بكم، والناس اللي مازال ما تابوناوش ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك حيت هادشي غادي يزيد يشجعني. ما تنساوش تتابعوني على الكونت ديالي ديال انستغرام فين كنهضر معكم بريسك تو لي جوغ في لي ستوري. دونك كان هذا هو الروتين الصباحي ديالي. ما كنديرش صراحه غون شوز، غير ان هذه هي الحياه ديال كل وحده فينا، غير كل وحده وكيفاش كتبروغرامي راسها. دونك انا في الصباح كنحاول نجمع كل شيء زعما لو ماكسيموم بوسيبل باش ما تبقى عندي زعما العشيه اللي بغيت، لا بغيت ندير شي حاجه اخرى. دونك صافي انا غادي نمشي نتغدى ونكمل ان شاء الله الخيمه ديالي. هذا الشيء اللي كاين. دونك نتمنى ان هاد الانواع من الفيديوهات يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. سي سالكا خليو دي بوس بلو، ومن هنا لا فيديو الجايه ان شاء الله شوفو في دو كرو بيزو. وما تنساوش كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. باي باي.